اهلا بيك عزيز المشاهد وحلقه جديده من برنامجك جه وقتك. جه وقتك، جه وقتك لتعرف من هو هذا، من هو هذا الذي في مولده ارعب ملكا، في صباه حير علماء، وفي رجولته سيطر على الطبيعه وامر البحر والريح والموج. من هو هذا الذي استطاع ان يمنح شفاء لاعداد لا تحصى ولا تعد من المرضى من شتى التخصصات الطبيه دون أن يفحص مريض أو يحرر له روشتة، ودون أن يطلب منه موعد لاستشارة فيما بعد، إذ كان يمنح شفاء كاملا نهائيا فوريا ومجانيا. جه وقتك لتعرف من هو هذا الذي استطاع أن يقيم مأدبة الطعام فيشبع أكثر من 20,000 شخص دون أن يمتلك مصايد أسماك أو حقول حنطة. جه وقتك تعرف معنا من هو هذا يسوع المسيح. دعني اولا ارحب بضيفا عزيزا خادم الانجيل دكتور عادل حبيب. اهلا بحضرتك دكتور عادل. اهلا بك يا اخي منسى. السؤال القديم الجديد، يسوع المسيح من هو هذا؟ في الحقيقه السؤال ده مش جديد، لكن ده السؤال ده قديم زي ما حضرتك قلت، يعني صحيح. مش بس القرن ال21، لكن ده حتى من ايام المسيح لما كان بالجسد اتسال السؤال ده باكثر من صيغه. 4 مرات في الاناجيل يتقال من هو هذا، و3 مرات يتقال من هذا في مواقف مختلفة. وفي الحقيقة التحير بصدد شخصية المسيح مستمر عبر جيل أو جيل. نعم. لكن سعيد أن حضرتك بتسألني السؤال ده، وهجاوبك من واقع اختباري ومن واقع إيماني. أما من واقع اختباري أقول إيه عن المسيح؟ مخلصي، ربي، فادية، حبيبي، نبع حياتي، سر أفراحي. لكن من واقع إيماني الواثق جداً استطيع ان اقول ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، هو خالق السماوات والارض، هو اللي خلق البر والبحر وما فيهما، هو الذي يحمل كل الاشياء بكلمه قدرته، هو اللي مكتوب عنه بالاجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. حضرتك بتقول انه يسوع المسيح بحسب ما تؤمن هو الله الظاهر في الجسد. بالتأكيد. هل في يدك دليل تقنعني به عن هذا الشخص المحير رغم جماله وعظمته وسموه، لكن احتاروا فيه على مر الأجيال كتير جدا، هل لديك دليل قاطع تحسم به الموضوع وتعرفني أن يسوع المسيح بالدليل القاطع هو الله الظاهر في الجسد؟ في الحقيقة من خلال كلمة الله الكتاب المقدس عندي أكتر من دليل، مش دليل واحد. فضل. لكن عندي على الأقل 6 أدلة لو انطبق على المسيح الأسماء اللي بتيجي على الله يبقى هو الله. لو كان للمسيح الصفات اللي تنطبق على الله يبقى هو الله. لو كان للمسيح الأعمال الإلهية يبقى هو الله. لو من خلال كلمة الله تأكدنا أن المسيح نادى أن الناس تؤمن به وكان هو موضوع الإيمان يبقى المسيح هو الله. لو المسيح في حياته قبل السجود من الآخرين يبقى المسيح هو الله. لو في حاجات في العهد القديم جت بالارتباط بالله واتطبقت على المسيح في العهد الجديد يبقى هو الله. حضرتك عاوز، عفوا، عاوز تقول لي أسماءه صفاته وأعماله إعلانه أنه هو الله فيؤمنوا به، موضوع الإيمان، قبوله للسجود انطباق حاجات جت عن يهوه في العهد القديم واتطبقت على المسيح في العهد الجديد. تعال ناخدهم بقى. لا ناخدهم بقى واحدة واحدة. أيوة. أول واحدة بالنسبة للأسماء الإلهية، في 3 أسماء مهمة قوي جت بالارتباط بالمسيح، 3 من كثيرين. الاسم الأول الله، أو اللقب الأول الله، اللقب الثاني ابن الله، اللقب الثالث الرب. في الكتاب أو في الكتاب كله وفي العهد الجديد بصفة خاصة حاجات بتقول إن في آيات عن المسيح إن هو الله. طبعا مثلا في متى 1 آية جميلة قوي لما بيقول هل عذراء تحبل وتلد ابنا يدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. يبقى عمانوئيل معناها الله بذاته موجود معنا. الله موجود معنا. الله موجود اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله، يحمل في اسمه لفظ الجلالة الله معنا. الله معنا. عبرانيين 1 برضو آية بتأكد أن المسيح هو الله لما بيقول وعن الابن، أما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. ده اللقب الأول. الثاني حضرتك بتقول لي عبرانيين بيشار على المسيح، بيتكلم عن المسيح وبيقول له كرسيك يا الله، كرسيك يا الله، بيحكي عن المسيح، بيتكلم عن الابن. ما بيقول لك في البداية أما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. يبقى من خلال الآيتين دول في متى 1:24 وفي عبرانيين 1:8
يبقى اللقب الأول الله انطبق على المسيح. نعم. أما اللقب الثاني لقب ابن الله، وفي الحقيقة ده لقب جه كتير قوي على المسيح. عفوا بس سامحني هقطع حضرتك، ابن الله ده لقب مش صفة، يعني هو مش ولد من الله. لا مش ده ولد. اسم. في فرق. اسم. في فرق بين تعبير ابن الله وتعبير ولد. ليه؟ تمام. تعبير ولد بيعبر دايما عن التناسل الجسدي. تمام. حتى حضرتك لما ترجع لسلاسل الأنساب في العهد القديم يقول لك مثلا إيه؟ إبراهيم ولد إسحاق. نعم. إسحاق ولد يعقوب الأخ، لأن تمام. كلمة ولد بتعبر عن التناسل الجسدي. لكن حاشا ما نقراش في كلمة الله تعبير ولد الله، لكن المسيح هو ابن الله. يبقى ده مش صفته بتوصفه، ده اسمه. ده اسمه. إيه معنى المسيح ابن الله بالمناسبة؟ يحتاج شرح. المسيح ابن الله يعني المعبر عن الله، أن الله أراد أن يعلن ذاته فأعلنه في إقنوم الابن. إزاي؟ في آيات بتأكد الكلام ده. يعني لما يقول المسيح أو يقول الكتاب كده، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. لما يقول لنا الكتاب الله كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، لكن كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. يعني ببساطة المسيح وهو على الأرض مش بس بيّن لنا حبة صفات من الله، محبته، قداسته، حكمته، بره، لا، المسيح وهو على الأرض أظهر لنا ذات وجوهر الله الذي لا يرى. أنا حاول ألخص دي وحضرتك صحح لي لو أنا لخصتها صح أو غلط. ابن الله ده مش صفة لي، لكن دي معناها أن الله اللي مش قادرين نستوعبه ظهر في صورة نقدر نعينه بيها. تمام. فبالوصف ده اسمه ابن الله. يعني بمعنى كلام حضرتك صح، الله من خلال العهد القديم تكلم بطرق كثيرة، بس ما وصلش نفسه وأعلن نفسه بالطريقة اللي أعلن بها ذاته من خلال المسيح. نعم. لكن ابن الله مش بس إعلان المسيح عن ذات الله، لكن معناها أن المسيح مساوي لله تماما. ليه؟ في يوحنا 5 نقرأ آية مهمة قوي، أراد اليهود أن يقتلوه أكثر. ليه؟ لأنه لم ينقض السبت فقط، لكن لأنه قال أنا ابن الله معادلا نفسه بالله. يعني اليهود فاهمين المصطلح ده كويس، هو مش باين في العربي قوي، فاهمينه كويس أنه ابن الله معناها أنا الله، أنا الله مساوي لله. ده الكلام اللي بيقوله كاتب رسالة فيليب أصح 2، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. نعم. يبقى شفنا لقبين، لقب الله انطبق على المسيح، لقب نعم. ابن الله اللي جه في الكتاب مش أقل من 50 مرة، منهم آية جميلة قوي قوي، يوحنا 3:16 من أروع الآيات، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعم. أما اللقب الثالث اللي جه بالارتباط بالمسيح وهو لقب الرب، وفي الحقيقة في آيات كتير بتتكلم عن المسيح كالرب، ده في الأناجيل بس مش أقل من 170 مرة يجي لقب الرب الارتباط بالمسيح. مثلا لما اتولد المسيح يظهر ملاك للرعاة يقول لهم ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وتوما بعد قيامة المسيح لما تحقق من القيامة قال له كلمتين رائعين قوي، ربي وإلهي. إذن الثلاث ألقاب الله ابن الله الرب انطبقوا على المسيح، فطالما انطبقت عليه الأسماء الإلهية يبقى هو الله. يبقى المسيح سمي في الإنجيل بالأسماء الإلهية. تمام. الله. الله. زي واحد حضرتك قلتهم يشاور عليه ويقول كرسيك يا الله وبيخاطب المسيح. تمام. نعم. دي أسماء. أسماء. حضرتك قلت لنا أدلة كتير. طبعا. الأدلة الثانية صفاته. هل المسيح له الصفات الإلهية؟ طبعا. ايه الصفات؟ بالمناسبة الصفات الإلهية يعني لا يشارك فيها أي مخلوق من المخلوقات العاقلة، لا ناس ولا ملائكة. هذه الصفات قاصرة على الله وحده. زي ايه؟ زي أن الله قادر على كل شيء. هو في الحقيقة المسيح في سفر الرؤيا يقول عن نفسه هذا اللقب في رؤيا 1:8، أنا القادر على كل شيء. وفي حياته، في حياته نشوف قد ايه كان قادر على كل شيء. اللي قدر يغلب الموت، اللي قدر يقوم واحد مات لي 4 أيام ونت، ده القادر على كل شيء. اللي قدر يتعامل مع الطبيعة ويقول للبحر أسكت ابكم فيصير هدوء عظيم. اللي يقدر بكلمة يشفي من على بعد، حتى إني قائد الماء كان فاهم كده، قال له أنا ما استحقش تدخل تحت سقف بيتي، قول كلمة فيبرأ غلامي. مين اللي يقدر يشفي من على بعد إلا القادر على كل شيء؟
سلطانه على الأرواح النجسة إنه لما يبقى واحد في شيطان يخرجه، لما يكون واحدة فيها سبعة يخرج السبع شياطين، لما واحد يكون فيه لاجئون 6000 شيطان برضه يخرجهم. قدرته على إخراج الأرواح النجسة بتعبر عن إنه القادر على كل شيء. دي صفات أو أعمال، دي واحدة من صفاته. آه. لكن في صفة تانية إنه عليم بكل شيء. وفي الحقيقة التلاميذ، أنا أستاذ سعادتك بس في النقطة اللي فاتت دي عفوا، بس راودني فيها أمر قبل ما أسيبها، يعني تمام. بتخيل حد من أعزائنا المشاهدين بيسمع حتى وأنت بتحكي عنه، عن إنه قادر على كل شيء ومنح شفاء وأقام موتى، ممكن واحد يقول بذهنه سيدنا المسيح عمل كده، الله أذن له، يعني هو عمل كده بإذن من الله، يعني الله ممكن يأذن لأي رسول أو نبي يصنع هذا الأمر. في الكتاب المقدس في أوقات فيها أنبياء عملوا معجزات، نعم، زي مثلا موسى ويشوع، زي إيليا وإليشع وغيرهم. نعم. بنلاقي أن الناس دي لما عملت معجزات، شوف إزاي كانت بتتضرع إلى الله. مثلا إيليا لما حب أن ربنا يجيب نار من السماء علشان تاكل الذبيحة بتاعته، تمام، شوف إزاي تضرع إلى الله بشكل غير عادي. صحيح. وقال له استجبني يا رب استجبني إلى آخره. صحيح. أليشع لما أراد أن يقوم ابن الست الشونامية برضو كان متضرع جدا، متذلل جدا. لكن تمام. المسيح أبدا، المسيح كان له كلمته لها سلطان. يعني تخيل لما يقف كده البحر الهيج والموج العالي وكلمة واحدة يزجر البحر، اسكت ابكم، ايه ده بقى؟ أيوه. تخيل لما يقول لعازر الميت اللي انت كلمة لعازر هلم خارجا. المسيح ما كانش بيصلي او بيتضرع، لكن المسيح كلمته لوحدها، لانه الله ظهر في الجسد فكلمته ليها السلطان. يعني كان المسيح يمارس هذا السلطان بسلطانه الشخصي، هذا طبعا. الامر بسلطانه الشخصي بكامل ارادته. لما الابرص يقول له لو أردت تقدر أن تطهرني، أيوة. مش يقول له إذا ربنا أراد، إذا أراد الله أو إذا أذن الله، لكن يقول له أريد فعلا فطر. قال له أنا أريد، يعني هي إرادة شخصية، هي وسلطان إرادة شخصي. صحيح. للمسيح. عزيز المشاهد، كان المسيح يمنح شفاء ويقيم الموتى بسلطانه الذات الشخصي بكامل إرادته الشخصية. نعم. نرجع نكمل بقى الصفات الإلهية. أيوة. احنا شفنا أنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء بقى، مهما بلغ ذكاء شخص لكن بيبقى عنده علم في نوع معين من العلوم. واحد يبقى عنده مثلا علم في الفلك، واحد عنده علم في الطب، واحد عنده علم في الهندسة، لكن يستحيل أن شخص يعلم بكل شيء إلا الله وحده. تلاميذ في أيام المسيح كانوا فاهمين ده كويس، لأنه قالوا له نحن نعلم أنك تعلم كل شيء ولا تحتاج أن يسألك أحد. وبطرس مرة قال للرب أنت تعلم كل شيء. أيوة. أنت تعرف أنه أحبك. وأعتقد أثبتها عملي، لأنه قدر يعرف ما يقول بأسكار البعض في أكثر من مجلس. صحيح. يعني من خلال كلمة الله يخمنسة زي ما تفضلت حضرتك، نقدر نشوفه كان بيعرف الماضي وبيعرف الحاضر وبيعرف المستقبل. نعم. يعرف الماضي، قال للست السامرية ماضيها. على ماضيها كله، كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجي. عرف الحاضر، عرف سمعان فريس الفريسي اللي عازم المسيح في بيته بيفكر في ايه في الوقت اللي كان فيه المسيح. أيوة. بيعرف المستقبل لما تكلم عن موته وقيامته وقال انقضوا هذا الهيكل وانا في 3 أيام اقيمه، او لما تكلم عن خراب اورشليم قال ياتي وقت يحيط بك اعدائك بمترسه ويهدموك وبنيك فيك. اذا المسيح عارف الماضي والحاضر والمستقبل. حياتك قلت هو القادر، القادر بما على فيها الشافي والمحي. صحيح. وهو القادر، هو العليم، وهو العليم، هو العليم. ثلاثة، كلي الوجود، موجود في كل مكان. احنا كبشر محدودين، والملائكة برضو مع انهم ارواح محدودين مش ممكن نوجد في اكتر من مكان في ذات الوقت، لكن المسيح لانه الله يستطيع ان يتواجد في كل مكان في ذات الوقت. متى 18 20 آية جميلة قوي، حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في وسطهم. يعني افترض في اجتماع لمؤمنين في القاهرة، واجتماع للمؤمنين في المنيا، واجتماع في أمريكا، آلاف الاجتماعات في ذات الوقت والمسيح بيحضر فيها، حاضر فيهم كلهم. إزاي؟ لأنه كلي الوجود. أيوة. مرة قال لنيقوديموس في يوحنا 3:13 آية جميلة قوي، هو بيتكلم عن نيقوديموس بيقوله ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء
ابن الانسان اللي هو في السماء. الله، طب انت بتتكلم معاه موجود، لكن هو بيتكلم مع نيقوديموس وفي نفس الوقت هو موجود فين؟ موجود في السماء. حضرتك كده بتحل معضله، يعني انا مش عارف هي سابق لاوانها، كان احدى ملاحظات بعض المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي كان بيسال، والمسيح على الارض باعتباره الله بمفهوم حضرتك، كان مين في السماء بيدير الكون؟ حضرتك صحيح. جاوبت عليها طبعا ضمن. هو في السماء المسيح تجسد وبقي إنسان، لكن لن يكف ولو لحظة واحدة عن أن يكون الله، ويملأ كل الكون ويملأ وهو كل حاضر الكون. في الجسد. صحيح. نعم، كإقنوم الابن موجود في كل الكون. نعم، يبقى في ثلاث صفات إلهية تكلمنا عنهم: القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، تمام، كلي الوجود. تمام. لكن الأزلية، الله من ضمن صفاته أنه ملوش بداية، أزلي. هل نعم. يا ترى في آيات بتؤكد عن أزلية المسيح؟ طبعا في آيات كثيرة، بس أجيب منهم نبوة جميلة في ميخا 5:2، لما بيقول عن المسيح بالنبوة: مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. لكن حاجة تانية كمان، الأبدية، مش بس ينفع أن الله يبقى أزلي ويبقى له نهاية. لا، الله زي ما ملوش بداية ملوش نهاية، والمسيح زي ما هو أزلي هو كمان أبدي. ليه؟ يقول الرب عن نفسه في رؤيا 1: كنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين. آخر صفة من الصفات الإلهية أنه لابد أن يكون غير متغير. لو حصل فيه أي تغيير يبقى مش الله. الله لا يعتريه تغيير البتة. هل في آيات بتؤكد أن المسيح غير متغير؟ طبعا فيه. زي إيه؟ عبرانيين 13 يقول عن المسيح: يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. وفي عبرانيين 1 برضو آية تانية جميلة قوي، بيقول عن المسيح أنه خلق السماوات: وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير. السماوات تتغير، أما أنت فأنت لا تتغير. صحيح. فدي صفات إلهية بتؤكد أن المسيح هو الله. يبقى المسيح في البداية له أسماء الله. صحيح. ده رقم 1. رقم 2، له صفات وأعمال الله. حياتك قلت منها الصفات أكثر. الإلهية، لا الأعمال لسه، له الصفات الإلهية. الصفات الإلهية اللي جاية اللي هي الأعمال الإلهية. وبرضه زي ما الصفات الإلهية ما ينفعش أبدا إن مخلوق من المخلوقات العاقلة يشاركوا فيها، فإنهم أيوة. مخلوقات محدودة، برضه زي ما الأعمال الإلهية لأنها أعمال سيادية ما ينفعش إن مخلوق من المخلوقات يشاركوا فيها. زي إيه الأعمال الإلهية؟ زي الخلق. نعرف من خلال كلمة الله إن الله هو الخالق. هذا المسيح هو الخالق طبعا. ايه الايات اللي بتؤكد الكلام ده؟ كتير منها يوحنا 1: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. كولوسي 1:16: فيه، في المسيح، خلق الكل، ما في السماوات ما على الارض، ما يرى وما لا يرى. يبقى من خلال الايات دي فهمنا ان المسيح الخالق. تاني عمل الهي هو غفران الخطايا. طبعا ايات كتير بتؤكد ان ما حدش يقدر يغفر الخطايا. نعم. الا الله وحده. من غافر، من اله مثلك غافر الاثم صافى عن الذنب. نعم. يقول له في العهد القديم: عندك المغفره لكي يخاف منك. نعم. اذا كان في مواقف في العهد الجديد المسيح فيها غفر خطايا، يبقى فعلا هو الله. زي ايه؟ عندنا مرقس 2 موقف، وعندنا لوقا 7 موقف. مرقس 2 المسيح غفر خطايا راجل المفلوج، لما قبل ما يشفيه وقول له قوم واحمل سريرك، قال له: يا ابني مغفورة لك خطاياك. في لوقا 7:6 بقى، المرأة الخاطئة اللي جات في بيت سمعان الفريسي نادمة على خطاياها باكية، المسيح يقول لها: مغفورة لك خطاياك. فكونوا غفر خطايا مش بس للمفلوج وللمرأة الخاطئة، لكن غفر خطايا كثيرين، يبقى هو الله. يعني دول عينات بس لإعلان سلطانه طبعاً، هو الغافر. طبعا دول عينات عشان يعلن طبيعته أنا وأنت أو أعماله الإلهية أن هو الله. صحيح. أنا وأنت. نعم. تمتعنا بهذا الغفران بكل من فخر من المسيح. نعم. الحاجة الثالثة أو العمل الثالث، مجيب الصلاة. مين يستجيب الصلاة إلا الله وحده؟ والمسيح يقول آية جميلة في يوحنا 14: إن سألتم شيئا باسمي إني أفعله. فكل بفعله يعني يجيب الصلاة، مش كده؟ نعم. حتى أن استفانوس أول شهيد في المسيحية قبل ما يموت مباشرة صلى للرب يسوع وقال له: أيها الرب يسوع اقبل روحي. يبقى احنا خدنا كذا نقطة بالنسبة للأعمال الإلهية:
الخل، خدنا غفران الخطايا، خدنا انه مجيب الصلاه. الحاجه الرابعه انه معطي الحياه الابديه. مين اللي بامكانه انه يعطي حياه ابديه الا الله؟ طب في ايات بتؤكد ان المسيح يعطي حياه ابديه، برضو ايات كتير منهم ايه جميله في يوحنا 10:27-28، خرافي تسمع صوتي، انا اعرفها فتتبعني، انا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد. يبقى هو المعطي للحياه الابديه. طبعا المعطي للحياه الابديه. خمسه هو الديان. الديان، وبالمناسبه دي ده مهم قوي ان احنا نعرف ان المسيح هو الديان. طبعا يوحنا 5 بياكد لنا الفكر ده، وتيموثاوس الثانيه 4 بتاكد الفكر ده. ايه الايه اللي بتقول الكلام ده في يوحنا 5؟ لان الاب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونه للابن. تيموثاوس الثانية 4:1 آية جميلة وحاسمة، لما يقول بولس لتيموثاوس: أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح الذي هو عتيد أن يدين الأحياء والأموات. الديان، لكن مش بس الديان، لكن العمل السادس إقامة الموتى. مين يقدر يقيم الموتى إلا الله وحده؟ نعم. يوحنا 5 برضه آية جميلة، المسيح يقول: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، صوت ابن الإنسان، لأنه كان سابق أتكلم عن ابن الإنسان، يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. وأخيرا آخر عمل من الأعمال الإلهية أن يغير أجساد المؤمنين الأحياء، ودي نقرأ عنها في فيليبي ثلاثة، أيوة، لما يقول: سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. يبقى 7 أعمال إلهية سيادية. نعم. تمت في المسيح. يبقى المسيح طالما ليه الأعمال الإلهية يبقى المسيح هو الله. حتى بتحكي لي على شخص هو الخالق، صحيح، الغافر، المستعان أو المجيب للصلاة، مجيب الصلاة، صحيح، واهب الحياة، صحيح، معطي الحياة الأبدية، الديان، الديان، حتى قلت لي عليه المحيي، اللي بيحيي من الأموات، صحيح، ويغير أجساد المؤمنين، صحيح، الأحياء. دي أعمال سيادية ترتبط بالله، صحيح، فقط ما يبرهن ويعلن أن المسيح هو الله الظاهر، صحيح، في الجسد. ناخد النقطة الرابعة اللي بعدها. تفضل. المسيح موضوع الإيمان. هل في آيات في الكتاب المقدس المسيح قال للناس إنهم تآمن به؟ طبعا في أكتر من آية. إحنا قلنا لما تكلم عن نفسه كالابن في يوحنا 3:16 الآية الشهيرة: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، يعني يؤمن بالابن، بل تكون له الحياة الأبدية. يمكن يوحنا 14:1 حاجة أوضح من كده: أنتم تؤمنون بالله، آمنوا بي. لا، كمان في حاجة تالتة بتأكد، آية من الآيات الجميلة اللي بتأكد أن المسيح موضوع الإيمان. في قصة جميلة في سفر أعمال الرسل أصحاح 16 عن راجل سجان فيليبي. السجان بيسأل بولس وسيلة سؤال واضح ما فيهوش لبس: ماذا أفعل يا سيدي لكي أخلص؟ بص بقى الإجابة: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. من خلال الثلاث آيات اللي أنا قلتهم اللي جم في يوحنا 3:16 والآية الثانية في يوحنا 14:1 والآية الثالثة اللي احنا لسه قايلنا في أعمال 16:31 بتأكد أن المسيح هو الله. ده آخر عبارة دي حتك قلتها فرقت معي قوي. لما الرجل بيسأله: ماذا أفعل لكي أخلص؟ ماذا أفعل لكي أضمن الآخرة؟ ماذا أفعل لكي يكون لي نصيب في الأبدية؟ صحيح. ليس إلا طريق واحد: آمن بالرب يسوع. أصل أحيانا يا دكتور عادل بيفهمونا غلط، أن احنا خدنا إنسان كويس نبي ورسول، يعني أحيانا بيفهمونا بالخطأ بحسن نية ربما، أن احنا بالمشقلب، يعني خدنا إنسان رسول عظيم وألهنا. الموضوع مش كده، هي العكس. صحيح، نحن لم نؤله إنسانا. نعم. لكن نعم. الله العظيم تجسد لكي ما يخلصنا. نعم. حضرتك قلت كلام رائع جدا عن المسيح يحمل أسماء الله، يحمل صفات الله، يحمل أعمال الله السيادية. المسيح هو موضوع الإيمان اللي نؤمن به. لسه في تاني كمان. طبعا النقطة الخامسة مهمة قوي. أيوه. أن المسيح قبل السجود من الآخرين.
لاحظ في كلمة الله أمثلة على ناس، واحد زي بطرس رسول رفض السجود، رسول مبارك لكن رفض السجود طبعا في أعمال 10 لما حب كيرنيليوس يسجد له قال له أنا إنسان مثلك. أيوه. في سفر الرؤيا بقى لا حاجة تانية، يوحنا الرائي وهو رسول حب يسجد للملاك في رؤيا 19 مرة وفي رؤيا 22 مرة تانية، بس الجميل إن الملاك رفض سجود يوحنا وقال له أنا عبد معك ومع إخوتك. يبقى الإنسان رفض السجود والملاك رفض السجود. أصل من الآخر لا ينفع السجود للإنسان ولا ينفع السجود للملاك، ما ينفعش السجود إلا للرب وحده. هو المسيح قال للشيطان وأفحمه في التجربة لما قال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فالمنطق يقول المسيح اللي قال كده للشيطان لو لم يكن هو الله، لو لم يكن هو الرب، ما كانش قبل السجود. أيوة. لكن في مواقف كتيرة قوي قوي في الأناجيل تم السجود للمسيح فيها وهو طفل. نقرأ عن مجوس جايين من أرض بعيدة بهدايا ذهب لبان مر، قدموا الهدايا وسجدوا له. طوال حياته نقرأ عن ناس كتير سجدت ليه. يعني ييروس رئيس المجمع سجد للمسيح، في يوحنا 9 المولود أعمى بعد أن نال الشفاء والبصر سجد للمسيح. التلاميذ في يوحنا في متى 14 الذين في السفينة جاءوا وسجدوا له. بعد القيامة كمان نقرأ عن المريمتين تقدمتا في متى 28 وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. بس الرائع إن مش بس الناس تسجد له لكن ده الملائكة تسجد له. عبرانيين 1:6 يقول عند دخول البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. بص من الآخر بقى، مفيش مخلوق عائل لا بشري ولا ملائكي لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض إلا يسجد للمسيح. ودي جاءت في فيليب 2 لما قال لك ستكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء من على الأرض من تحت الأرض. باقي حاجة ستة في البراهين فضل. وهي إن في حاجات في العهد القديم جت عن يهوة انطبقت عن المسيح في العهد الجديد. طبعا حاجات كتيرة بس هنجيب منهم مثلا إشعياء 6 النبي إشعياء شاف منظر رهيب، قال رأيت السيد الرب جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. العجيب إن يوحنا البشير في بشارة يوحنا في يوحنا 12 الأعداد من 38 ل 41 طبق الكلام ده بحذافيره على المسيح باعتبار المسيح هو اللي كان جالس، باعتبار المسيح اللي شافه إشعياء زمان في إشعياء 6. لا حاجة تانية كمان إن في إشعياء 44:6 وفي إشعياء 48:12 الله بيقول عن نفسه كلمتين في قمة الجمال، أنا الأول والآخر. تفاجأ إن نفس الكلمتين يقولهم المسيح عن نفسه أو يتقالوا عنه 4 مرات في سفر الرؤيا. أيوة. مرتين في رؤيا 1، أيوة. مرة في رؤيا 2، مرة في رؤيا 22. هو الأول والآخر، هو الأول. ومرة بعدها قال الأول والآخر البداية والنهاية. صحيح، البداية والنهاية باعتباره الأزلي الأبدي. نعم. في أمثال 30 أجور ابن متقية مسة بيقول كلام حلو قوي عن الله، فمن ضمن ما سأل قال من صعد إلى السماوات ونزل. المسيح بقى يروح يطبقها على نفسه في يوحنا 3:13 لما قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. نعم. إذن من خلال الست أدلة دول يا أخي منس المسيح أسماء يحمل أسماء له. صحيح. أسماء الله صحيح، له أعمال الله السيادية زي الخلق والغفران الخطايا. تمام. ومجيب الدعاء ويدي الحياة الأبدية. تمام. وهو الديان، ده بنقل حياتك قلت كتبتهم، وهو المحيي. صحيح. ويغير أجساد المؤمنين. صحيح. اللي ياخدهم معاه السماء. صحيح. الصفات حياتك قلت كمان دي صفات الله أو دي أعماله السيادية. دي أعماله السيادية حياتك قلت كمان هو موضع الإيمان من طبعا. يؤمن به. صحيح. وهو قال أنتم تؤمنون بالله منطقيا تأمنوا به باعتباره. صحيح. هو والله واحد. صحيح. إعلانا منه أنه هو الله. حتى قلت كمان قابل السجود. صحيح. الإنجيل أعلن رفض السجود لإنسان وأعلن رفض السجود لملاك وأعلن أنه للرب إلهك تسجد ويصادق الإنجيل على أن المسيح قابل السجود. صحيح. اعترافا منه ضمنيا أنه هو الله.
حضرتك آخر حاجة قلتها، أنا بس بسترجع حضرتك قلته، أنا معاك. ما ذكر عن الله هو نفسه ما ذكر عن المسيح. صحيح. ما ذكر عن الله في العهد القديم، في العهد القديم اتطبق على في المسيح التوراة. العهد الجديد صحيح، الإعلانات عن الله في التوراة صحيح، أقدم إعلانات عن الله هي طبقت بالضبط على المسيح، فيبقى المسيح هو الله. الله، ده كلام كبير قوي يا دكتور عادل، تجيب لي أدلة كتير جدا بكل المقاييس عن شخص يسوع المسيح باعتباره الله اللي أخذ صورة إنسان. صحيح. بس حضرتك برضو اللي بتقوله ده عندي مشكلة تاني، مش عارف إزاي يحصل تآلف بين المشكلة اللي عندي والكلام بتاع حضرتك. يعني بتقولي بالأدلة الله ظهر في صورة إنسان، يبقى الشخص اللي عايش يحمل اسم يسوع المسيح هو الله. كيف لله أن يتعب؟ وكيف لله أن يأكل ويشرب؟ وكيف لله أن ينام؟ ألا تتفق معي الموضوع ده ممكن يعمل لي ويعمل حد من المشاهدين شيء من اللبس؟ يعني إزاي الله وظهر فيه أعراض يعني بشرية، يتعب، ينام، يأكل، يعطش؟ لأن ببساطة يا أخ منسة، لازم المشاهدين الأعزاء يعرفوا أن المسيح مش ليه طبيعة واحدة، لكن المسيح ليه طبيعتين، طبيعة إلهية، طبيعة لاهوتية، وطبيعة ناسوتية. بمعنى يعني مش المسيح 50% الله و 50% إنسان، لا، المسيح الله 100% وإنسان 100%. إزاي إنسان 100%؟ كل اللي احنا بنعيشه كبشر المسيح عاشه. يعني أقدر أقول المسيح إنسان زينا على الأقل من 5 نواحي. يعني لو تكلمت عن الناحية الجسدية، لو تكلمت عن الناحية العاطفية، لو تكلمت عن الناحية الاجتماعية، لو تكلمت عن الناحية العقلية والمعرفية، لو تكلمت عن الناحية الروحية، هتلاقي في ال5 حاجات دول المسيح زينا تمام. يبقى المسيح كان إنسان كامل. كان إنسان كامل. ناخدهم بقى واحدة واحدة. الناحية الجسدية، إحنا كبشر بنجوع فبنحتاج ناكل، بنعطش، بنتعب، محتاج ننام، بنشتغل، مش كده ولا إيه؟ هل الحاجات دي تمت في المسيح؟ طبعا. المسيح جاع، نقرأ عنه في متى 21، جاع وراح لشجر التين علشان يلاقي حاجة يسد بيها جوع. عطش المسيح ولا ما عطش؟ عطش. يوحنا 19 لما قال أنا عطشان. المسيح تعب وأجهد، أيوة، في يوحنا 4 لما تعب من السفر جلس هكذا على البئر. هل المسيح احتاج ينام؟ مع أن الله مكتوب عنه لا ينعس ولا ينام. نعم. الله المسيح كالله لا ينعس ولا ينام، لكن المسيح كإنسان محتاج ينام. ونقرأ في متى 8 أنه في السفينة كان نايم. هل المسيح اشتغل زينا؟ طبعا، لحد سن 30 سنة كان بيشتغل في الناصرة نجار. إذن من الناحية الجسدية إنسان زينا بكل معنى الكلمة. لو تكلمنا عن الناحية الاجتماعية، الناحية الاجتماعية المسيح كان شخص اجتماعي. احنا كلنا كل واحد ليه عيلة، حضرتك ليك عيلة وأنا لي عيلة، حضرتك لك أصدقاء وأنا لي أصدقاء، حضرتك بتجامل في أفراح وأنا بجامل في أفراح، مش كده ولا إيه؟ نعم. حضرتك بتتعزم مرات عزومات بتلبي الدعوة وهكذا. هل الحاجات دي تمت في المسيح؟ طبعا تمت في المسيح وعايشها لأنه كان شخص اجتماعي. المسيح كان ليه عيلة، كان ليه أم وكان ليه قرايب. المسيح كان ليه أصدقاء، دايرة قريبة 12 تلميذ، ودايرة خاصة من ال 12 3، بطرس ويعقوب ويوحنا. المسيح حضر أفراح، نقرأ عنه في يوحنا 2 كان عرس في قانا الجليل ودعي يسوع وتلاميذه إلى العرس، مش كده ولا إيه؟ نعم. المسيح اتعزم عزومات ودخل بيوت، ما كانش شخص منعزل أو منطوي، دخل بيوت كتيرة، منها مثلا دخل بيت متى العشار في لوقا 5، دخل بيت سمعان الفريسي في لوقا 7. أي دعوة بتجيله ما كانش المسيح بيتأخر. إذن من الناحية الاجتماعية المسيح إنسان زينا 100%. المسيح إنسان كامل في كل ما هو الإنسان، في كل ما هو الإنسان. أخذ جسد من العذراء مريم، صحيح، عشان يكون إنسان كامل حقيقي زينا بالظبط. صحيح. نعم. في الناحية الجسدية زينا. في الناحية الاجتماعية زينا. طب في ناحية تانية غيرنا؟ طبعا، الناحية النفسية. الناحية النفسية زينا. إيه الناحية النفسية؟ إحنا كلنا بنمر بمشاعر مختلفة، مرات بنفرح ومرات بنحزن، مرات بنكتئب ومرات بنغضب، مش كده ولا إيه؟
أيوة. طب هل المسيح اجتاز بالمشاعر دي؟ طبعا المسيح كان من اكثر الاشخاص اللي عندهم يعني مشاعر مرهفه. ايوه فنقرا عن المسيح انه المسيح فرح، يتقال عنه في الاناجيل تهلل يسوع بالروح. طب هل المسيح حزن؟ حزن المسيح، وحزن كتير مش قليل، لانه مكتوب عنه رجل الاحزان، ولانه قال ايه خطيره قوي، عباره تهز الكيان، قبيل الصليب لما قال نفسي حزينه جدا حتى الموت. طب هل المسيح اكتئب؟ معقول المسيح جه عليه وقت واكتئب؟ معقول قوي. في بستان جثيماني نقرا عن المسيح ابتدأ يحزن ويكتئب ويدهش. أيوة. هل المسيح غضب؟ ايوه المسيح غضب، بس المسيح غضب مش لاجل كرامته الشخصيه، لكن لما تهان مجد الله، ويغضب بس ما يغلطش. ويغضب بس ما يغلطش. يعني في يوحنا 2 نقرا الهيكل، هيكل ربنا. أيوة. اذا المفروض يبقى للعباده. الناس عمال تبيع وتشتري، ايش بهايم؟ ايش الناس بتغير فلوس؟ ايش بتوع حمام؟ حاجه غريبه وعجيبه. أيوة. فالمسيح في غضبه صنع صوت من الحبال، غيرته على بيت الله، غيرته على بيت الله، وابتدى يطرد الناس دي بره، وقال لهم جعلتم بيت ابي بيت التجاره. نعم. يبقى اذا المسيح من خلال فرحه وحزنه واكتئابه ومن خلال غضبه، يبقى كان زينا بالظبط من كان الناحيه، انسان زينا بالظبط في كل حاجه، في كل حاجه، كل حاجة كل حاجة، ولا يعني كل حاجة يعني كل حاجة. احنا قلنا ثلاث نواحي، لكن كمان في الناحية العقلية كان زينا. ليه؟ لأن المسيح صحيح كالله كلي العلم، بس المسيح كإنسان الحاجات اللي عرفها عن طريق تحصيل ما تعلمه. يعني ما تستبعدش إن المسيح دخل المدرسة زيه زي أي ولد يهودي، والدليل الكتاب يقول عنه كان ينمو في الحكمة. أيوة. في الحكمة يعني في المعرفة، في كل النواحي زينا. طب أنا كإنسان مثلا يا دكتور عادل، ممكن الشيطان يوزني، هل المسيح كان يتعرض ل... لا طبعا. المسيح زينا في كل حاجة. أيوة. ما عدا حاجة واحدة بس. إيه دي بقى؟ الخطية. آه. كده في عبرانيين 4 آية جميلة قوي بيقول فيها الكاتب جربة في كل شيء مثلنا لكن بلا خطية. أيوة. طب وده معناه ايه بقى؟ معناه ان المسيح ولا مرة طوال 33 سنة ونص تأسف، لم يتأسف ولا مرة. تخيل، ما اعتذرش ولا مرة. لم يتأسف ولم يعتذر. تخيل انا وحضرتك وغيرنا قد ايه اعتذرنا لاننا غلطنا. اصل امر طبيعي يطلع مني. صحيح. يعني يبدو مني موقف يستلزم الاعتذار. طبعا. يبقى ده معناه انه ما طلعش منه حتى، مش عايز اقول غلط طبعا، يعني اي موقف مش في محله. صحيح. كل تصرفاته طبعا، كل تصرفاته. نعم. لم يفعل شيئا ليس في محله، يعني عمل كل حاجه في مكانه، لم يصنع شيئا ليس في محله، ولا كمان فعل كل شيء حسدا. يعني مش بس عمل، ما عملش ولا حاجه غلط. أيوة. لكن عمل كل حاجه كويس، مش كده؟ يعني عليه ما غلطش ولا مره، ولا مره تاسف طبعا، ولا مره غلط، ولا مره تاسف، ولا مره اعتذر، ولا مره ندم، لانه ببساطه ولا مره ضيع فرصه. عندي ايه من الانجيل بتقول انه ما غلطش ولا مره؟ طبعا. قال المسيح في يوحنا 8 ايه في قمه الجمال. أيوة. من منكم يبكتني على خطيه؟ ده تحدي ان واحد يطلع، تحدي فحم يطلع بس. صحيح. غلطه واحده. وقال في يوحنا 14 ايه تانية برضو جميله، رئيس هذا العالم اللي هو الشيطان، رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء. ايوه. لو دور في غيره هيلاقي. أيوة. بس يجي زي ما هو عايز، ليس له فيه شيء. ده تحقيق مثلا اللي اتقال عند مولده القدوس. صحيح. المولود منك، يعني ده برضو اسم من اسماء الله طبعا، مش كده؟ يحمل اسم القدوس طبعا، وما كانش فيه الخطية إطلاقا، أي سلطان عليه إطلاقا، ما فيهوش خطية. والجميل، الجميل إن في ثلاثة كتبوا عن المسيح، ثلاث رسل محترمين، بطرس كتب عنه. أيوة. وبولس كتب عنه. أيوة. ويوحنا كتب عنه. دول يعتبر من أهم ثلاث رسل في كلمة. تمام. الله. العجيب إن بطرس نفسه، بص في موقف من المواقف، بطرس مسك في رجلين الرب وقال له إيه؟ أخرج من سفينتي يا رب. أيوة. لأن رجل خاطئ. بولس لما حب يوصف نفسه قال صادقة هي الكلمة، مستحقة كل قبول، إن يسوع المسيح جه للعالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. يوحنا الرسول لما حب يتكلم عن نفسه وعن المؤمنين قال إن قلنا أن ليس فينا خطية نضل أنفسنا
وليس الحق فينا. يعني الثلاث رسل الكبار في المسيحية بطرس وبولس ويوحنا أكدوا أعلنوا إن هم خطاة. طبعا. وهم نفس الثلاثة اللي أعلنوا إن هو ما فيهوش خطية. بلا خطية. يعني تفاجأ إن بطرس يقول عن المسيح في رسالته الأولى أصحاح 2 لم يفعل خطية. تفاجأ إن بولس يقول عن المسيح في كورنثوس الثانية آية جميلة لم يعرف خطية. وتفاجأ إن يوحنا يقول عن المسيح ليس فيه خطية. ثلاثة. بطرس وهو متخصص في تحليل تصرفات المسيح وسلوكه قال لم يفعل. صحيح. يوحنا متخصص في دواخل المسيح ومشاعره قال ليس فيه. صحيح. بولس متخصص في أفكار المسيح ومشوراته قال ما عرفش. يا سلام. شهادة ثلاثية أن المسيح بلا خطية. عندي كلام كتير عاوز أقوله، بس هل ممكن وأنا بكمل مع حضرتك في الكلام القيم الجميل ده نستقبل بعض تليفونات الأفاضل اللي حاولوا يكلمونا؟ أمين. الوقت اللي فات من السادة المشاهدين. أمين. طيب، ما برضو وإحنا هنستقبل تليفوناتهم أنا عندي كذا حاجة عايز أحكي مع حضرتك فيها. تحت أمر. مش عارف هل ناخد تليفون دلوقتي ولا أسأل فيها؟ نعم. طيب، كيف تفسر معي آية جت في الكتاب؟ أنت قلت إن المسيح هو الله في كل ما هو الله. صحيح. في الإنسان الكامل ده يحل الله بكل ملئه، فيه يحل كل ملء لاهوت جسديا. طب إيه تفسير حضرتك لآية جت في الكتاب بتعمل برضو بعض التشويش لبعض الناس لما الكتاب يسمي المسيح بكر كل خليقة؟ كويس إن حضرتك أثرت النقطة دي أخ منسة. الآية دي جت في رسالة كولوسي أصح 1 عدد 15. نعم. بكر كل خليقة. وعلشان نفهم المقصود من الآية دي نعرف أن كلمة بكر لما تيجي في الكتاب المقدس ممكن تحمل أكثر من معنى. ممكن تيجي كلمة بكر بمعنى حرفي، ممكن تيجي بمعنى مجازي، ممكن تيجي بمعنى التفوق والسيادة والأولوية. مثلا إمتى تيجي بمعنى حرفي؟ مثلا في تكوين 49:3 لما يعقوب بيبارك الأصباط أولاده يقول عن رأوبين أنت بكري قوتي أول قدرتي. فعلا رأوبين بكر يعقوب، لأن أول ولد اتولد ليعقوب هو رأوبين، فهنا جت بمعنى حرفي. لكن ممكن تيجي بمعنى مجازي. يعني إيه؟ يعني في خروج 4 ربنا لما حب يوصف شعبه شعب إسرائيل قال إسرائيل ابن البكر. هو ربنا كان خلف الشعب ده؟ لا، لكن دي تعبير عن علاقة الغلاوة، علاقة المحبة، فتعبير مجازي. لكن ممكن تيجي بمعنى التفوق والسيادة. مزمور 89 والآية 27 الرب بيتكلم عن داود، يقول عن داود إيه؟ أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. في حين في الحقيقة لما نقرأ في تاريخ الكتاب المقدس نعرف أن داود ما كانش أول ملك، ده في ملوك كتير قوي سبقوه من زمان، من أيام كدر العمر وغير كدر العمر، تكوين 14 وغيره. لكن في الحقيقة حتى داود في إخواته ما كانش البكري، داود كان أصغر واحد في إخواته. أمال يعني يا رب بتقول عن داود أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض؟ بمعنى أن داود يبقى له مكانة السيادة والتفوق على ملوك الأرض. لو طبقنا الكلام اللي احنا قلناه على الآية بتاعت كولوسي 1:15، طبعا مش مقصود بها أبدا المعنى الحرفي ولا مقصود بها أبدا المعنى المجازي، لكن مقصود بها المعنى الثالث، التفوق والسيادة. المسيح كالخالق له التفوق والسيادة على كل الخليقة. طبعا باعتبارها صنعت إيده. حياتك قلت أنه في كولوسي 1 أنه هو به وله. صحيح. الكل قد خلق. طيب ممكن أستاذ حياتك نستقبل تليفون؟ تفضل. ألو؟ 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 أيوة، مين معايا؟ ألو، أنا مش عارفة. أخت نهال، أهلا بحضرتك. نهال؟ أهلا أخت نهال، أهلا بحضرتك، تفضلي. أهلا بيك يا أخ منسة، وأهلا بالأخ عادل. أنا بجد بشكركم من كل قلبي، لأن وفيتم وكفيتم ومرسي انك عملت طرح رائع للموضوع قبل اي مداخلات، فيعني تكون كل الحلقات كده. وبجد من احلى المواضيع واهمها ان هو من هو المسيح، لانه طبعا الدكتور عادل قال كل الحاجات، بس نفسي اساله واضيف نقطه بسيطه، ان الرب يسوع قسم كل التاريخ
من كتر ما شخصيته فريدة في ولادته، كلنا نعرف انها ولادته معجزية من عذراء، وفي حياته لم يفعل خطية واحدة، وحتى في مماته مش بس يعني في ناس كتيرة اقامت من الاموات، لكن هو اللي اقام نفسه من الموت. فقبر كل واحد دلوقتي مليان عظام، لكن القبر الوحيد اللي فارق هو قبر ربي يسوع، فهو الوحيد اللي مازال حي عشان يشفع في كل المؤمنين. والأغرب من كل ده أن المسيح بيختبر لأنه بيغير الحياة. أنا نفسي كل واحد يحط تحت الاختبار، مش بس أسمع معلومات عن ربي يسوع، لا ده غير حياتي، ومستعد أن يغير حياة ناس كتيرة قوي. فأنا من خلال خدمتي مع الإخوة المسلمين الأحباء وحتى شهود يهوى، أنا شايفة يا دكتور أنه فعلا في خطورة، أنه لما حد يسمع حضرتك كده أنه في خطورة لو الناس دي تقدر تديله مكانة أقل من أن الله ظهر في الجسد. يعني أنا كمسلمة مثلا، أنا مسيحية يعني، بس بتقمص شخصية مسلمة أو واحدة من شهود يهوى، أنا ما زلت بقول إن هو نبي، ونبي عظيم جدا، والله مش عادل إن يخليني يعني ملاش خلاص إلا إذا آمنت بيسوع كمخلص. طب فين رحمة الله؟ ده السؤال اللي اتسألناه كده، فين رحمة الله اللي بتتكلموا عليها؟ فأنا يعني مش عارفة بالضبط إيه اللي نقدر نرد عليه الناس دي بالطريقة ديت. و يعني كلام حضرتك بيخليني اقول بجد انه في خطوره، فنفسي حضرتك تلقي الضوء على الناس اللي بتدي للرب يسوع مكانه اقل من انه الله الظاهر في الجسد. نعم، شكرا حضرتك اختي نهايه، الرب يباركك. طبعا شكرا. سؤال تاني بقى لو حضرتك تسمح لي، انه في حاجه بتقول انه الساعه اللي هياتي فيها الرب لا يعلمها احد حتى الابن، فازاي بعد كل الصفات الرائعه ديت، وان احنا بنقول ان لاهوته لا يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين، ازاي احط الايه ديت انه في حاجه ما يعرفهاش، بالرغم ان احنا اتكلمنا ان هو يعني عالم بالغيب كمان، ازاي الحته ديت كناسوته بس ما يعرفهاش؟ نفسي يعني توضيح لو تلقي الضوء على الحته دي وربنا يبارككم. شكرا اختي نهال، رب يباركك. معنا تليفون من الاخ وحيد. الأخ وجيه، أخ وجيه، الأخ سامي. طيب ناخد الأخ سامي. أهلا بيك أخ سامي، حضرتك على الهواء، تفضل. أهلا بيك. ألو. أهلا بيك يا أخ سامي، حضرتك على الهواء، تفضل. أخ تامر يا فندم من الأقصر يا فندم. أخ سامر من الأقصر، أهلا بحضرتك. مساء الخير عليكم على البرنامج الجميل دوت اخ مانسي، ومساء الخير على عبد الحبيب. اهلا وسهلا. لقاء شيق جدا جدا، واحنا متمتعين بصراحه، وانا متابع اللقاء من ساعتها اتعمل له اعلان على الفيسبوك وكده، و عندي كمان شويه ايات عايز اشارك بيها، وعايز الدكتور عادل يسلط الضوء اكثر عن شخصيه المسيح اللي هي معانا ظاهره من العهد القديم. الايه اللي ذكرها في ميخا 5:3 اللي هو يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القدم. صحيح. زي الايه زكريا 12 فانظرون الي الذي فعلوه، برضه ده المسيح بيتكلم على زكريا. كمان في لوجه 8 بيقول الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، بيعلن نفسه انه كائن وموجود من الاول. كمان في لوقا 9 المولود اعمى اللي هو خلق له عنادي، بشوف فيها تكرار لمعجز لبداية الخليقة نفسها، أن الله ساعتها ما خلق الإنسان كان بيقول أن خلق الإنسان على صورتنا ومثالنا، وفي معجزة المولود أعمى بيفكرنا بده ثاني، فمين هو صورة الله ومثاله؟ أنا بشوف أن هو ده المسيح اللي كان موجود ساعتها في بداية الخليقة. كمان احنا عندنا في القداس الغرغوري بنقول في قسمة الجل الابن سنة، وبنقول ايها الكائن الذي كان الذاتي الازلي قبل الاكوان الجليس مع الاب الوحيد معه في الربوبيته. كمان في القداس الحبشي بيقول قدوس انت ايها الاب الازلي الاب القدوس، قدوس انت وازلي ابدي ايها الابن القدوس. فمعنى كده بيعلن ان المسيح ده موجود منذ الازل في حضن الاب. كمان عندنا في قانون الإيمان بنقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور.
أنا حلقة شيقة جدا ومحتاج أكثر تسليط ضوء عن شخصية المسيح عن المسيح اللي ظاهر معانا في العهد القديم اللي يمكن الناس مش قادرة تستوعبه أو ما عندهاش خلفية عنه. شكرا لحضرتك. آمين. أخ سامر من الأقصر شكرا ليك. أبو مهند من الأردن أهلا بيك أبو مهند. ألو مساء الخير. أهلا بيك أبو مهند. مساء الخير. مساء النور أبو مهند. مساء النور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. تحية محبة للإخوة. لدي كلمة بسيطة أريد أن أوجهها لكم. مداخلتي تقول رجل فريد سمعتها قائلة الجالس على الأرش أخ أبو مهند صوت حضرتك مش واضح معلش. ألو أستأذنك كمان مرة يعني صوت حضرتك ما كانش واضح. لا في أنا بحكي مع من تلفون أكثر مش راد علي يعني هي المشكلة. بس أنا بحكي من المدق جاك. طب معلش أبو مهند سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. إن الرب يسوع المسيح يختلف كل الاختلاف عن كل بني البشر السائرين على هذه الأرض في الماضي والحاضر والمستقبل. هو إله وإنسان، هو الله الكامل والإنسان الكامل. نعم. لأن حياته كانت تعكس لاهوته وناسوته الكاملين. قال عن نفسه أنا خبز الحياة ولكن ابتدى حياته الأرضية بالجوع. قال عن نفسه أيضا ماء الحياة لكنه أنهى حياته عطشانا لأنه جاع كإنسان ولكن أشبع الآلاف كإله. شعر بالحزن والكرب ولكن كان سلامنا. دفع الجزية مع أنه الملك والسلطان. دعي بعد زبول لكنه أخرج الشياطين. صلى مع أنه هو الذي يسمع الصلاة ويستجيب لها. سكت دموعه مع أنه هو الذي لكن اقتدى الصلاة ودفع ثمنه من دبل عن الصعيد. صرخ كشات للذبح لكنه صرع الصالح أعطانا حياة كلنا وبموته أباد الموت لأن قلتكم وحدكم تفجير الآب السماوي وتأمين خلاصنا. نعم هذا. أمين أبو مهند شكرا ليك شكرا لمشاركتك شكرا للإضافة الأخ أبو مهند من الأردن شكرا ليكم. دكتور عادل إحنا خدنا أكتر من تليفون. الأخت نهال بتقول قيمته لنفسه طبعا ده ركن أساسي في صحيح إعلان لاهوته. نعم. قبل المسيح وبعد المسيح كان في ناس أموات وقاموا. نعم. يعني مثلا قبل المسيح إلي أقام إلي أقام الولد ابن أرملة صرفة صيداء. نعم. إليشع أقام ابن المرأة الشونامية. برضو في واحد أقام واحد أقيم من الأموات لما وقع ميت وقع على عظام إليشع. والمسيح في حياته أقام ثلاثة. أقام العذر، أقام ابن أرملة نايين، أقام ابنة يايروس. وبعد المسيح بطرس أقام طبيسة في أعمال تسعة. الفرق بين المسيح وباقي العينات اللي أقيمت من الموت إن هم قاموا من الموت بس ماتوا مرة تانية مش كده ولا إيه؟ نعم. بس المسيح بقى قام من الموت لكن لن يموت مرة ثانية أبدا. حي زي ما هو قال حي إلى أبد. إلى أبد الأبدين له قوة حياة لا تزول. ده أنا فهمت حاجة تانية برضو من الأخت نهال مش عارف أنا فهمت صح. تقول كمان هو مش أقيم مش يعني مش حد قومه ده هو قوم نفسه وموت نفسه بكامل سلطانه الشخصي. صحيح. يعني هو اللي في ايده كل السلطان. صحيح. انه يضع نفسه للموت ويقيم نفسه. يوحنا 10 الايه الجميله لي سلطان ان اضعها تمام ولي سلطان ان اخذها ايضا. سلطان ان يضعها
انه بارادته الذاتيه يضع نفسه للموت. يعني هو مش تعرض للموت فاستسلم له. لا، هو لا. اراد الموت بارادته ووضع نفسه للموت عشان وضع يبقى بديل، ضحيه بدالي، وضع حتى الموت. نعم. موت الصليب، وقوم نفسه بسلطان، وقوم نفسه بسلطانه طبعا. نعم. عشان ذكر. نعم. طيب، هي برضو في نقطة مهمة جدا أختنا هل قالتها الحقيقة غاية في الأهمية. بتقول هناك خطورة شديدة جدا على من يدرك أن يسوع المسيح هو الله ولا يتعامل بموجب هذا الأمر أنه هو الله، خاصة حضرتك قلت طبعا أنه هو الديان. طبعا مش عايزة كلام. الاكتفاء بالمعرفة عن المسيح أنه نبي، أو أن المسيح مجرد شخص عظيم عمل معجزات، أو حتى مجرد الإعجاب بالمواعظ زي ما وعظت الجبل. احنا بنشوف ناس كتير قوي من مختلف الخلفيات بيمدحوا كتير قوي في موعظه الجبل، وهي ان جيت للحق موعظه الجبل تتحب. طبعا. يعني لما يقول من ضربك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. لكن الاعجاب بعظات المسيح او الاقتناع ان المسيح مجرد نبي لا يكفي، لابد ان يكون هناك ايمان قلبي حقيقي ان المسيح هو الله، وقبول هذا الشخص مخلص. افتح له قلبي وارحب به وتوب عن خطاياه توبه حقيقيه. ان لم يكن ذلك فالمصير بكل اسف الهلاك الابدي. نعم. لكن في نقطه تانية هي كمان اشارت اليها مهمه قوي. الايه اللي بتقول عن المسيح انه هذه الساعه لا يعلم بها احد من الناس. نعم، ده كان سؤالها في الاخر. كان سؤالها في الاخر. نعم. ولا الابن. نعم. الا الاب. علشان نفهم المقصود من الايه دي واجب نعرف جت فين الايه دي. جت في انجيل مرقس اصحاح 12. تمام. مش معنى انجيل مرقس، احنا عارفين ان في اربع اناجيل بتتكلم عن المسيح: انجيل متى، انجيل مرقس، انجيل لوقا، انجيل يوحنا. كل انجيل من الاناجيل بيتكلم عن المسيح بصفه معينه. انجيل متى مشغوليته يتكلم عن المسيح كالملك. انجيل مرقس بيتكلم عن المسيح كالخادم أو العبد. إنجيل لوقا بيتكلم عن المسيح الإنسان الكاهن. إنجيل يوحنا بيتكلم عن المسيح كابن الله. فعجيب إن الآية دي جات في إنجيل مرقس إنجيل الخادم. وصحيح الخادم أو العبد زي ما الرب قال العبد لا يعلم ما يعمل سيده، بس في أناجيل تانية بقى تيجي آيات جميلة بتؤكد إن المسيح عارف كل حاجة، والمسيح في تمام المساواة مع الله الآب. لما قال مثلا في يوحنا 10:30 أنا والآب واحد، فيتحطوا الحاجتين جنب بعض. نعم. فلأن الآية دي جات في إنجيل مرقس إنجيل الخادم كان لازم تيجي بهذه الصيغة. نعم. يبقى هو لا يعرف الساعة باعتباره العبد، بلسانه باعتباره العبد. صحيح. نعم. صحيح. الأخ سامر. طيب ناخد كمال تليفون. الأخ لطفي. ألو. مساء الخير. أهلا بيك يا أخ لطفي. ربنا يبارك خدمتكم. عندي سؤال، عندي سؤالين من فضلك. اتفضل. هل المسيح أخذ جسد من السيدة العذراء؟ وهي معنى الآية اللي بتقول هيأتي لي جسدا. شكرا ليك. السؤال الثاني بعد إذنك. اتفضل. السؤال الثاني بنقول إن المسيح بلا خطية. تمام؟ نعم. هل هذا يعني انه كان يمكنه ان يخطئ ولكنه لم يفعل، ام انه كان قادر على ان لا يخطئ، ام انه لم يكن قادر على ان يخطئ؟ فلو قلنا انه لم يكن قادر على ان يخطئ، فهل يعتبر انه واجه تجربه حقيقيه؟ ولو كان قادر ان يخطئ فكيف يكون ذلك وهو الرب الهنا؟ واشكرك وربنا يباركك. شكرا ليك يا اخ لطفي. شكرا ليك. طيب عندنا الاخ سامر بيقول كان يعني مهم نحكي عن شخصية المسيح في العهد الجديد ونسلط الضوء على كونه ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. وقال حاجة دكتور عادل، لا دي تحتاج حضرتك توقفنا عندها، وأنا بشكر حقيقة الأخ سامر على كده. قال لك الرب يسوع قال: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون أبونا إبراهيم أنا كائن. يعني إيه ده؟ هو أبونا إبراهيم إحنا بس، والرب ما قالهاش كده. قبل أن يكون إبراهيم. أيوة. الرب قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. نعم. طبعا هم اليهود فهموا معناها. المسيح في الوقت ده ما كانش كمل يمكن 33 سنة. أيوة. بس اليهود راحوا مدين زيادة قالوا له 50. ليس لك 50 سنة بعد وتقول أنا رأيت إبراهيم؟ لأن في الحقيقة بين إبراهيم
وميلاد المسيح فترة زمنية لا تقل عن 2000 سنة. فازاي بينك وبين إبراهيم 2000 سنة وانت تقول أنا موجود قبل إبراهيم؟ في الحقيقة موجود قبل إبراهيم، مش بناسوته، لكن موجود قبل إبراهيم بلاهوته، لأنه الله اللي موجود من الأزل. فده مش بس موجود قبل إبراهيم، ده موجود قبل إبراهيم وقبل آدم وقبل ما تكون خليقة ولا جبال ولا تلال ولا ملائكة ولا غيره، لأنه الأزل. فده اللي يعني بحلل الكائن دي اللي هي الواجب الوجود، أو دي صحيح. ممكن أعتبرها اسم من أسماء الله الموجود. طبعا هو الموجود، وأعتقد هي جت في المضارع المستمر، الموجود أيام إبراهيم والموجود الآن والموجود إلى الأبد. لما موسى حب الرب يرسله علشان يخرج شعب إسرائيل من أرض مصر، أيوة، فسأله طيب هروح أقول لهم اسمك إيه؟ قال له أهي الذي أهي، يعني أكون الذي أكون. فده فعلا زي ما حضرتك ودي كنت. نفس الكلمة اللي قالها الرب يسوع عن نفسه، صحيح، استخدم نفس لقب الله، نفس التعبير الموجود، صحيح. نعم. طيب عندنا كمان الأخ لطفي التليفون الأخير، هل المسيح أخذ جسد من سيدة العذراء؟ يعني هيأت لي جسدا، هيأت لي جسدا، يعني لا دخل لكائن بشري من قريب أو من بعيد بهذا الجسد. نعم. لكن هذا الجسد إعداد إلهي خالص، وده واضح في كلام الملاك للمطوبة مريم، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. نعم. فلا دخل بشري إطلاقا لكائن من كان في هذا الجسد، لكن هو جسد إعداد إلهي خالص. هو برضو كان جزء من سؤاله عن المسيح بلا خطية، ودنا كذا اختيار منهم، هل كان يمكن أن يخطئ ولم يفعل؟ دعوني أنه كان قادر على الخطأ يعني، بس هو تجنب كده، يعني إيه بلا خطية؟ هو المسيح يفرق عننا في حاجة مهمة قوي، إحنا مولودين كلنا بالخطية، فينا الطبيعة القديمة، هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. نعم. لكن المسيح لما اتولد هو القدوس، حاشا ما فيهوش إطلاقا حاجة اسمها الطبيعة القديمة، طبيعته قدوسة مرهفة. لكن المسيح كان معرض انه ممكن يقع في غلط، يعني زي اي حد فينا كان لازم يمتحن علشان يبان. طبعا كان المسيح لازم يمتحن علشان يبان كمال بره وكمال قداسته. وفي الحقيقة 40 يوم في البرية قبل بداية الخدمة كان المسيح يجرب من الشيطان، تجرب تجارب كثيرة، اخرهم الثلاث تجارب الواضحة لما قال له لو انت ابن الله قل أن تصير هذه الحجارة خبز، لما قال له اسجد لي وندي لك ممالك العالم كلها، ولما قال له اطرح نفسك من على جناح الهيكل والملائكة هتشيلك، ربنا يوصل ملائكة تسندك. احنا كلنا كبشر لما تعرضنا لتجارب زي دي أو لغيرها حصل ان احنا نقع، مش كده ولا ايه؟ نعم. لأن أبونا آدم تعرض لتجربة أسهل من كده بكتير ووقع، بس المسيح بقى المبارك لا، تجرب كثيرا لكن ما وقعش ولا وقع، لأنه القدوس البار المبارك. وهي معلنة القدوس المولود، وحتى الأرواح الشريرة كانت بتقول له احنا عارفين انت مين. صحيح. قدوس الله، الله صحيح. القدوس صحيح. احدى المداخلات كلمونا على، اعتقد الأخت نهال، موت المسيح وقيامته رأينا فيها لاهوته، كان لديه القدرة على انه يميت نفسه بإرادته ويقيم تمام. نفسه بإرادته. طب أستقبل تليفون وأرجع لها. أستأذن okay. حضرتك معنا تليفون. ألو. ألو. الأخ مهند. أبو مهند. أخ أبو مهند اتفضل، أهلا بيك، متعتنا بالمكالمة اللي فاتت، اتفضل حضرتك. ما هو عشان قلت لي الصوت مش واضح، يعني حبيت أحكي على التليفون الأرضي. لا لو حضرتك عندك جديد، احنا سمعنا دعمك لينا في المكالمة اللي فاتت، حضرتك عندك أي إضافة أو سؤال؟ لا ما عنديش أي إضافة يعني، بس أنا عشان الحكي اللي حكيته يعني الرب يباركك، أقدر أعاود أعيد ولا في مداخلة ثانية؟ الرب يباركك، دعمك لينا نقطة نقطة وصل، شكرا ليك أخ أبو مهند، رب يباركك، شكرا على اهتمامك بالاتصال تاني كمان، شكرا ليك. كنت بقول دكتور عادل، الأخت كانت قالت، الأخت نهال، أنه موت المسيح وقيامته برهن على أنه
هو الله، لأنه كان في إيده كل السلطان يميت نفسه ويحيي نفسه. بالمناسبة هي تعرضت لقبر المسيح الفارغ في مقولة رائعة: على كل قبر مكتوب هنا يرقد فلان، أما قبر يسوع فمكتوب عليه ليس هو ها هنا لكنه قام، قام بسلطانه الشخصي ومات بإرادته الشخصية. قرأنا لاهوته في موته وقيامته. صحيح. طب هل يمكنني أن أقرأ شيء عن لاهوته في ميلاده العذراوي؟ يعني هل ميلاده العذراوي ممكن يديني برضو أي لفتة عن كونه؟ طبعا. فضل. أي بشر والأنبياء كمان بصفة خاصة، كلنا، كل اللي جه من آدم، بيقال إن من آدم إذا الآن مش أقل من 40 مليار. نعم. 40 مليار أو أكتر كيفما كان، الكل اتولد بالطريقة الطبيعية، أب وأم، مش كده؟ نعم. لكن المسيح لأنه الله الظاهر في الجسد، فهو الوحيد في كل التاريخ اللي اتولد بالطريقة المعجزية، الميلاد العذراوي، مش كده ولا إيه؟ لأنه ما تكونش في أحشاء القديسة مريم، ده كان موجود. صحيح. وحضر، حتى كنت قلت مخارجه منذ القديم، فهي إعلان عن أنه الموجود كان موجود بالصفة اللاهوتية، بالطبيعة. نعم. اللاهوتية، لكن حضر بالجسد، لكن هذا الجسد تكون في بداية الزمان لما جاء ملء الزمان، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس. حضرتك كنت سبق تكلمت على المسيح اللي يميت ويقيم نفسه، يفرق. نعم. عننا. نعم. احنا كبشر لو الواحد حب يموت نفسه يقدر، لكن لو حب يحيي نفسه يقدر؟ لا. لا طبعا. لما يقول الكاتب المزمور: كل من ينحدر إلى التراب ومن لم يحيي نفسه. بس المسيح لا، المسيح عنده قدرة أن يقيم نفسه، لأنه مش مجرد إنسان لكن الله الظاهر في الجسد. نعم. واحد من المشاهدين أرسل لنا سؤال دلوقتي بيقول: المسيح هو الله، بماذا أستفيد من هذا الإعلان؟ يعنيني إيه اللي يضيفه لي جديد؟ أو المسيح هو إنسان أو نبي أو رسول، إيه اللي يضرني فيها كتير؟ يعني إيه اللي يضرني إن أنا معترف بيه رسول أو نبي؟ وإيه اللي أستفيد بيه إذا مسكت فيه باعتباره هو الله؟ المسيح هو الله، لما أعرف هذا الحق أعرف قد إيه أنا كإنسان غالي قوي 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 على قلبه. الله العظيم الساكن في نور لا يدنى منه، اللي الملائكة دايما قدامه من هيبته وجلاله، بجناحين تغطي وشهم، بجناحين الصرافيم يغطي الرجلين، بجناحين يطير وينادوا يقولوا: قدوس قدوس قدوس. الله العظيم اللي كل الأمم كلا شيء قدامه وكغبار الميزان يحسبون، إنه يقبل في غنى التواضع إنه يجي ياخد صورة إنسان ويموت علشان على عود الصليب علشان مشكلة خطايانا. أدي بيعبر إحنا الله جميل. بكل عظمته عاوز يوصل لي طبعا، وشاف طريقة أقدر بها أدرك محبته وعظمته. صحيح. عشان يوصل لي. فعزيز المشاهد، إن إعلان الله عن ذاته نعمة من الله أن يعلن عن ذاته، لكن مسؤولية عليك إن كان الله أعلن كده ليك. صحيح. مسؤولية عليك، الله في ملء محبته وصل لك، فهل تقبل الله في مصالحة جديدة معه ويضمن لك أبدية معاه؟ أنت في مسؤولية والله بالنعمة أعلن عن ذاته. صحيح. على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جالنا مجموعة كبيرة قوي من التعليقات، بس أنا شفت لما اطلعت عليها أنه كلها بتدور حوالين محور أو اثنين أو ثلاثة بالكتير، والكل كرر تقريبا محورين أو ثلاثة اللي كان فيهم معظم التعليقات. تسمح لي حضرتك يعني أناقشك فيهم؟ تحت أمرك. واحد فيهم اسمه سهيلة ياسر بيسأل، بالمناسبة أنا أحب أقول للسادة المشاهدين، لما بنجاوب على أي تساؤل، تعليق على فيسبوك أو اتصال مباشر، علمنا المسيح وأمرنا نجاوب بشرطين: الجواب بوداعة للسائل أيا كان أسلوبه، والجواب بخوف الله بأمانة. فإحنا بنجاوب بوداعة وبخوف، حتى لو السائل تعدى حدود الوداعة، احنا المسيح علمنا نجاوب بكل وداعة ليك وبخوف لله. سهيلة ياسر سؤال: سيدنا عيسى نبي من أنبياء الله، أرسل لهداية الناس، وما هو سوى نبي؟ ايه تعليق حضرتك؟ تعليقي: في فرق كبير بين المسيح الله المتجسد وبين كل الأنبياء. ببساطة الكتاب يقول عنه له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به
ينال باسمه غفران الخطايا. فيه أكتر من فرق بينه وبين كل الأنبياء، أنا هقول على الأقل ثلاث فروق. الفرق الأول لسه متكلمين عنه من شوية، الميلاد العذراوي. أي نبي من الأنبياء ليه أب وأم؟ يعني موسى احنا نعرف أمه ونعرف أبوه، أبوه عمران وأمه يوكابت. المعمدان وهو نبي عظيم برضو عارفين أمه مين وأبوه مين، يعني أبوه زكريا الكاهن وأمه إليصابات. حتى الأنبياء اللي في الكتاب يدوب نعرف اسم الأب زي داود ولا غيره، برضه هو مولود من أب وأم. أما المسيح هو الوحيد اللي اتولد ميلاد عذراوي. قل لي بقى مين من الأنبياء يوم ما اتولد حصل معاه إن جمهور من الملائكة يسبح في السماء ويقول المجد لله في الأعالي، على الأرض السلام وبالناس المسرة؟ يبقى ميلاده مختلف عن كل الأنبياء. نعم. اتنين، عصمته. احنا قلنا ان كل الأنبياء لأنهم بشر معرضين للغلط مش معصومين. يعني لو اتكلمنا عن إبراهيم، هو إبراهيم نبي؟ طبعا إبراهيم نبي، ربنا قال عنه في تكوين 20:7 انه نبي. طب إبراهيم النبي ده مش كذب؟ مش قال عن مراته انها أخته؟ موسى نبي محترم، بس النبي المحترم ده في يوم من الأيام تهور، ربنا قال له كلم الصخرة، عصى كلام ربنا، بدل ما يكلمها ضربها. داود نبي، لكن مع أن داود نبي وقع في حاجتين كبار، زنى وقتل. إشعياء نبي من الأنبياء الكبار، بس يقول عن نفسه الآية الخطيرة إشعياء 6، ويل لي لأني هلكت لأن إنسان نجس الشفتين. لكن المسيح له كل المجد، هو المعصوم من الغلط اللي سبق إن إحنا قلنا عنه الكلام الجميل، من منكم يبكتنا على خطية، اللي مكتوب عنه قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن الخطاط صار أعلى من السماوات. يبقى ميلاده ببين الفرق، عصمته بتبين الفرق، أعماله بتبين الفرق. كل ما قلنا يعني هو السؤال ده صحيح. لو كانت سأل قبل اللي قلناه كان شوية صحيح. لكن من ضمن أعماله قول لي مين من الأنبياء في كل التاريخ فتح عينين أعمى. أيوه. هذه واحدة حد المشاهدين علق عليها، خلق الطين صحيح عين. حتى إن الرجل اللي بتقول عنه يا أخي منسى في يوحنا 9 هو نفسه قال منذ الظهر. نعم. لم يسمع أن أحد فتح عيني أعمى قط. كان في أخ لطفي كان معانا على التليفون من شويه اللي سالنا عن هيئه لي جسدا وبلا خطيه، اخ لطفي عنده اضافه. اهلا بك يا اخ لطفي، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. هو احنا قلنا ان جسد المسيح ده اعداد الهي خالص، طب الماده نفسها الجسد نفسه اخده من السيده العذراء ولا ما اخدوش، ولا ما كانش جسد حقيقي؟ هو لا طبعا كان جسد حقيقي 100%، لان الكتاب يقول اسمع الكتاب يقول ايه في رساله العبرانيين، قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما. تمام. أيوة. إذن الجسد ده الجسد المادي ده أخذه من السيدة العذراء ولا ما أخذوش؟ بص هو في أشياء صمت عنها الكتاب، بس نعرف من الكتاب زي ما قلت لحضرتك إنه عبارة عن إعداد إلهي خالص، قوة العليم تظللك والروح القدس يحل عليك. حتى المسيح لما تكلم عن الجسد ده قال زي ما احنا قلنا قبل كده هيأت، بيكلم الله بيقول له هيأت لي جسدا. نعم. ربنا يباركك يا اخ لطفي. شكرا لك. ربنا يبارك بيتك. اشكرك. شكرا. ناخد تليفون تاني الاخت ناردين. اخت ناردين الو. الو. اهلا بيكي. اهلا بيكو، عايز اشارك في موضوع انتوا يعني بتكلموا عليه. اتفضلي. في تنين كده بتقول متوج الى الابد يسوع ملك يا ملكي، البركه والاكرام لك يسوع، العز والسلطان لك، القوه لك يا يسوع، لك يا يسوع متوج الى الابد يسوع ملك يا ملكي، قد غلب قد غلب للحمل يسوع، قد غلب قد غلب إلى هنا يسوع، قد غلب أسد يهوذا لأجلنا يسوع، يا يسوع متوج إلى الأبد يسوع مالكي يا مالكي.
شكرا اخت نردين. اخت نردين متاكد يسوع ملك وله العز والسلطان وهو الابدي وهو الازلي. شكرا ليكي اخت نردين. كمل معاك دكتور عادل. تعليقات وردت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. احمد محروس بيقول لو سمحت عاوز واحد يجيب لي ايه واحده من الانجيل قال فيها سيدنا عيسى انا ربكم. لو جبت ايه انا هسكت ومش هتكلم. حياتك برضو اتكلم وما تسكتش وهنجيب لك بدل الايه كتير. اتفضل دكتور عادل. في الحقيقه مع ان مفيش ملك من الملوك او رئيس من الرؤساء يمشي في الشارع ويقول عن نفسه انا الملك. يعني عمرك سمعت مثلا ان الملكه اليزابيث ملكه بريطانيا تمشي في الشوارع وتقول للناس انا الملكه اليزابيث دون ان تتكلم؟ الناس بتعرف ان هي دي الملكه اليزابيث. اضيف عليها انه الشخص نفسه وديع ومتواضع القلب وهو جاي اخلى نفسه فما يصحش في كل حشد وكل جمع يقول صحيح انا هو الله. لكن نسترجع ما قلناه. صحيح. اسماءه لا وفي حاجات اعماله في ايات المسيح قال فيها واكد انه الرب. نعم هجيب لحضرتك. يعني هو اكد انه الرب وعندما قال الاخرون عنه انه الرب لا ينفي ذلك. نعم اقول لك ازاي. لما الرب شفى مجنون كرة الجدريين اللي فيه لاجئون بعد ما شفاه قال له اذهب اخبر بيتك واهلك بكم صنع بك الرب. الرب ورحمه. في الموعظة على الجبل لما تكلم المسيح عن نفسه كالديان يقول في متى 7 آية مهمة قوي كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا باسمك أخرجنا شياطين إلى آخره. المسيح لما كان معلق على الصليب وفي واحد من اللصين يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ما قالوش لا حاشا اسكت لا لكن جاوبه وصدق على كلامه اليوم تكون معي. نعم. في الفردوس. يمكن ده لص قالها لكن الرب نفسه قال حتك قلت الرب قال في أكثر من مناسبة قال اذهب وخبر بكم صنع بك الرب. صحيح. وهو قال انا كائن احنا قلنا قال حاجات كتير قوي قوي تانية بتؤكد على لاهوته. ايوه يعني كونه يقول انا هو الطريق والحق. أيوة والحياة. أيوة. كونه يقول انا نور صريحة. انا نور يعني العالم. هو قال اعلانات كتير انا طبعا. هو دي في الاصل تعني انا يهوه انا يهوه طبعا. يعني هي مش باينه بالعربي. لا طبعا قال انا يهوه انا يهوه. نعم انا هو خبز الحياة انا اهي الذي اهي انا. صحيح. الكائن الموجود انا واجب الوجود. صحيح. مين يقدر يقول تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. نعم هو الناس بتقول كل واحد فيه اللي مكفيه. أيوه. لكن مين اللي يقدر يشفي كل التعبانين الا أيوه. الله الظاهر في الجسد لكل المجد. صحيح. اذا قال المسيح في اكثر من موضع بفمه مباشره انه هو الله عزيز المشاهد لما قال انا هو انا الله انا الكائن. اعلن المسيح اكثر من مره عن نفسه باعتباره الله بخلاف ما سبق وقلنا عن اسماءه صفاته اعماله قبوله للسجود منح غفران خطايا ابديته ازليته. تندهش يا اخي يا اخي منسى اسف تندهش يا اخي منسى لما تعرف ان في اخرين شاهدوا عن لاهوته وتندهش لما تعرف ان من العينات اللي شهدت عن لاهوته عينات اعداء للمسيح مباشره. يعني كون الشياطين يشهدوا عن لاهوت المسيح واحد به شيطان في المجمع يقول له انا اعرفك من انت قدوس الله كون قائد مئة عدو بعد ما يشوف المسيح وهو معلق على الصليب يصرخ الصرخه العظيمه ويسلم الروح ويشوف الزلزله اللي حصلت ويقول حقا كان هذا الانسان بارا او حقا كان هذا الانسان ابن الله. وشهادات تانيه كتير قوي بتؤكد ان المسيح هو الله. طب ما فيش شهادات بس مش من الانجيل بصراحه بتقول المسيح مش هو الله بعد كل الكلام اللي قلناه بس مش من الانجيل. اعمل ايه؟ انا بتقابلني شهادات تانية بتعلن المسيح مش باعتباره الله بس هي مش من الانجيل. انا علشان اعرف شخص. أيوة. يعني مثلا دلوقتي حضرتك انا عايز اعرف عن حياه ونشاه واعمال طه حسين هروح للي كتبوا عنه مثلا توفيق الحكيم ولا انا عندي كتاب اسمه الايام بيقول لي كل حياه الراجل اللي اسمه طه حسين يبقى عارف عن طه حسين مما كتبه طه حسين عن نفسه. وانا نعم. عندي الكتاب المقدس العظيم 66 سفر. نعم. الكتاب المقدس اللي بين ايدينا الجوهره الثمينه الموضوع الرئيسي والجوهري والاساسي هو المسيح. يوحنا 5 قال المسيح كده فتشوا الكتب لانها تشهد لي. اللي عايز يعرف المسيح بجد
ما يدورش بعيد عن الكتاب المقدس. إذن عزيزي المشاهد، إن كنت مخلصا في أن تعرف من هو المسيح يسوع، فعليك فقط بالإنجيل الذي يسمى إعلان يسوع المسيح. الإنجيل هو إعلان يسوع المسيح. وافتكر عندنا آية بتقول المسيح هو روح النبوة. روح النبوة، يعني عايز المسيح روح شهادة يسوع المسيح. الكتاب المقدس طبعا روح النبوة، ما يشهد عن ما يشهد أساسا عن الكتاب المقدس، ما هو مخصص لشهادة، عفوا ما هو مخصص لشهادة عن المسيح هو الكتاب المقدس. صحيح. حضرتك قلت لنا مجموعة نقط أنا شايفها غاية في الأهمية والخطورة، وأنا مش عايز أنا اللي عادها بصياغتي، عاوز حضرتك تنعشنا من جديد وتقول لنا ست نقط أساسية كمان مرة عشان يثبتوا هنا أدلة قاطعة حاسمة حازمة أن يسوع المسيح هو الله. اتكلمنا عن أن المسيح ليه الأسماء الإلهية، ليه الأسماء الإلهية، وشفنا ثلاثة منهم الله. نعم. وابن الله والرب. نعم. واتكلمنا عن أن المسيح ليه الوظائف الإلهية، زيه الوظائف والأعمال الإلهية، زي الخل، زي استجابة الصلاة، زي الديان إلى آخره. تمام. اتكلمنا عن أن المسيح ليه الوظائف، ليه الصفات الإلهية، القادر على كل شيء، العالم بكل شيء إلى آخره. اتكلمنا عن المسيح موضوع الإيمان. اتكلمنا عن المسيح اللي قبل السجود من الآخرين. اتكلمنا عن أن في حاجات جات في العهد القديم مباشرة عن يهوه واتطبقت على المسيح في العهد الجديد. أعتقد الست أدلة دي كافية قوي. نعم. أسماءه الإلهية، صفاته الإلهية، أعماله الإلهية، إنه موضوع الإيمان، إنه قبل السجود، إن الحاجات اللي جات عن يهوه في العهد القديم اتطبقت على المسيح في العهد الجديد. نعم. في جزء حضرتك تعرضت ليها، بس إنه لكثر التعليقات عليها من السادة المتابعين على موقع فيسبوك، أنا عاوز أقرأ لحضرتك تاني وتعدلنا عليها. حضرتك تعرضت ليها يقينا، بس هي اتكررت كتير قوي. إذا كانت هناك معجزات للمسيح فهذا أمر واجب، هي بإذن من الله سبحانه وتعالى. وليد في تسجيل تاني، ده كان خالد حسب الله اللي سأله، كروما العوامي زود وقال طب إذا كانت معجزات المسيح تؤلهه، إذن فيتحتم أن تؤله موسى وأليشع وإلي. إحنا ما قلناش أن معجزات المسيح تؤلهه، لكن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. نعم. ولأنه الله الظاهر في الجسد عمل معجزات، مش لأنه عمل معجزات بقي الله، لا. نعم. العكس هو الصحيح، لأنه الله الظاهر في الجسد عمل معجزات. وفي الحقيقة هو مش بس عمل الخمسة وثلاثين معجزة اللي تسجلت في الأناجيل، ده عمل معجزات لا حصر لها. الرسول يوحنا يقول في يوحنا 20 آيات أخر كثيرة عملها صنعها يسوع قدام تلاميذه، لو كتبت لم تكتب في هذا الكتاب، لكن هذه كتبت لتؤمنوا أنتم. وإحنا قلنا كمان نقارن بين الناس اللي عملت معجزات أو أقامت موتى في عصور قبل أو بعد، وبين المسيح. المسيح الوحيد اللي شفى بكلمة، يعني بطرس ما شفاش بكلمة، ولا بولس شفى بكلمة عن بعد، لكن المسيح في كل الكتاب المقدس وفي كل التاريخ هو اللي كلمته شفت عن بعد. المسيح هو الوحيد اللي قام مش ميت طازة، لكن مات لعازر، مات واتدفن وليه أربع أيام ونتل. فاعتقد أن الكلام واضح وحاسم، أن مش المعجزات ألهت المسيح، لكن المسيح لأنه الله الظاهر في الجسد عمل معجزات وأعمال محدش غيره يقدر يعملها. نعم. دول كانوا عينات من مجموعة التواصل الاجتماعي، وأنا أحب أقول للسادة المشاهدين، عزيز المشاهد، إن كان هناك مجموعة من التساؤلات لم يجاوب عنها نظرا لكثرتها وضيق الوقت، من فضلك إن كان عندك تساؤل لم تحظى حتى الآن بإجابة عنه، لازال موقع التواصل الاجتماعي مفتوح، يمكنك أن تتواصل معنا من خلاله، وسيكون فريق من الإخوة الزملاء يتابعون حضرتك في الإجابة عنه. أيضا إن كان في مجموعة من المشاهدين حاولوا الاتصال بينا لكن لم يكن هناك إمكانية لذلك، يمكنك أيضا أن تتواصل مع فريق متابعة على موقع فيسبوك. عايز حضرتك برضو تعقب لي كمان مرة أخيرة على اعتبار المسيح ابن الله. حضرتك تعرضت ليها في البداية، بس عشان بيحصل كتير فيها لبس، هو الله أم ابنه؟ هو الاثنين، هو الله وهو ابن الله. اللي فك المشكلة دي إننا نؤمن إيمان حقيقي إن الله واحد في ثلاثة أقانيم،
عندنا آيات في الكتاب بتقول إن الله واحد، وعندنا آيات بتأكد إن الله الواحد ثلاث أقانيم. آية بتقول إن الله واحد، تثنية 6-4، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. آية تانية في يعقوب 2-19، أنت تؤمن إن الله واحد حسنا تفعل. بس وحدانية الله التي نؤمن بها كمسيحيين ونعتز بهذا الإيمان ليست وحدانية مجردة. يعني إيه وحدانية مجردة؟ يعني حضرتك أخي منسى واحد مجرد، أنا واحد مجرد، لكن الله وحدانيته وحدانية جامعة. يعني هذه الوحدانية تستطيع أن تجمع أكثر من إقنوم. فالله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، هم ثلاث أقانيم لكن هم عبارة عن واحد. إذن المسيح هو الله من ناحية، وهو ابن الله من ناحية أخرى. وفهمنا أن ابن الله مش ولد الله. نعم. وابن الله بمعنيين، معنى أنه يعبر أو يعلن الله مش في بعض صفاته لكن في ذاته، وأنه يساوي أو يعادل الله. وهذه البنوة للمسيح، بنوة المسيح لله، هي بنوة فريدة متميزة. لأننا في الكتاب المقدس نقرأ مثلا مرات عن الملائكة أنهم بنوا الله في أيوب 1 وأيوب 2، نقرأ عن المؤمنين أنهم أولاد الله يوحنا 1، أما جميع الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يكونوا يصيروا أولاد الله. بس الفرق بين بنوة الملائكة لله وبنوة، خلي بالك، المؤمنين أو البشر لله، هي أن بنوة المسيح بنوة متفردة متميزة. أو بمعنى أدق، بنوة الملائكة لله وبنوة البشر لله تعبر عن علاقة بينه وبين الله. أما لقب ابن الله مش يعبر عن علاقة، لكن هو اسم يعبر عن ذات وجوهر المسيح. نعم، وهو التعبير عن الله. يعني كل عاوز يشوف الله بوضوح يمكنه أن يراه في شخص يسوع المسيح. صحيح. الإعلان عن الله. فيلبس من رآني قال له أرنا الأب وكفانا. نعم. قال له من رآني فقد رأى الآب. احنا مش بقالنا غير دقيقة أو نص تقريبا أو أقل، ممكن حضرتك تسيب معايا آية تلمع قدام عيني من الكتاب المقدس، من كلام الله الحي، بتقول إن المسيح هو الله في آية صريحة؟ طبعا في آيات كتير قوي صريحة، بس الآية الجميلة قوي اللي احنا قلناها واللي بنعتز بها تيموثاوس الأولى 3-16، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يا سلام. المسيح هو الله ظهر في الجسد. الجسد. صحيح. المسيح هو الله بكل لاهوته. صحيح. حل في إنسان بكل ناسوته. صحيح. في كل صحيح. ما هو الإنسان، حتى يقترب لي معلنا كل حبه واحتوائه، ويحل لي مشكلة الخطية اللي أنا وقعت فيها بوضع. صحيح. نفسه، وضع نفسه بديل لي. كانت هناك ملكة لمدينة سبأ سمعت عن سليمان الحكيم، وإذ رأته أعلنت أن رغم كل ما سمعته عن عظمته هو ذا النصف لم تخبر به. عزيز المشاهد، وأنا بدعوك أنك تيجي شخصيا تلتقي بشخص المسيح يسوع، ساعتها تدرك أن النصف أيضا لم تخبر به، والمسيح أعظم وأروع وأجمل من كل ما سمعت. وأحب أسيب مع حضرتك كلمتين، مفيش غيره، مفيش غيره. المسيح ابن مريم اتولد بحبل رباني، مفيش غيره طاهر معصوم من أي نخص شيطاني، مفيش غيره يحيي ويشفي وعلى كل شيء قدير. ده أصله الله حل في جسم إنساني. ألخص القول في آية جت في سفر أعمال الرسل أصح 10 آية 36، هذا هو رب الكل، يسوع المسيح هو رب الكل والرب معك.